مساء الخير مشاهدينا الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم اليومي الدروازة هذا البرنامج اللي إن شاء الله راح يتبنى قضاياكم وهمومكم اللي راح نتعايشها في أيامنا بخصوص القضايا اللي تواجهنا في أيامنا بداية مشاهدينا الكرام اللي حاب يتواصل معنا في برنامجنا ما عليك الاتصال على الأرقام الظاهرة على الشاشة كذلك عندك التواصل الاجتماعي ان شاء الله راح تجاوبوا معاكم معدينا في قضاياكم اللي حاب تطرحونها على ضيوفنا في برنامجنا طوال ايام هذه البرنامج. اليوم عندنا قضيه مهمه وحساسه اللي هي العماله المنزليه. كل اسره كويتيه تعاني من هذه العماله. هناك حسن تدبير من بعض المكاتب، هناك الالتواء على القانون بخصوص هذه العماله، اكثر المواطنين الكويتيين بالسابق يمكن الخادمه او الخادم 200 دينار الان وصلت لمبلغ خيالي 1000 دينار يعني المواطن الكويتي تعدى راتب الاساسي الخادمه. ان شاء الله راح نطرح جميع قضاياكم او اسئلتكم واستفساراتكم على ضيفي داخل الاستديو مدير اداره العماله المنزليه العميد عبد الله العلي حياك الله وسعه المباركه. وانا ارحب فيكم وباخواني المشاهدين وان شاء الله نرد على جميع الاستفسارات الخاصه بالعماله المنزليه. ان شاء الله. كذلك احب اشكر من رجال وزاره الداخليه العميد عادل الحشاش مدير عام الاعلام الامني بوزاره الداخليه والملازم اول مشاري السبحان من الاعلام الامني على تعاونهم معنا في البرنامج واتاحه الفرصه لنا للاتصال وربط موعد مع مدراء الادارات لاظهار دور اللي يقومون فيه في اداراتهم بدايه عموما يعني اكثر الناس العميد عبد الله علي يجهل اداره الاداره المنزليه اللي مسماكم اداره العماله المنزليه شنو الدور اللي هي إيه تقوم في هذه الاداره اداره العماله المنزليه هي اداره تابعه لاداره العمل الهجره احدى الادارات الخاصه تابعه لاداره العمل الهجره ودور إدارة العمالة المنزلية هو مراقبة ومتابعة المكاتب استخدام الخدم قصد العمالة المنزلية ومراقبتهم وضبط المخالفين العاملين بهذه المكاتب نعم. يعني جهة رقابية على المكاتب الخاصة للعمالة المنزلية وربط عملية أي مشكلة تصير بين مواطن ومكتب بالنسبة للخدم يلجأ لكم طبعا, طبعاً أي مشكلة تواجه المواطن الكفيل يلتجئ لنا واذا خالف القرار الوزاري والعقود اللي متبع فيها والقوانين المتبع فيها طبعا احنا راح نستدعي المكتب ونشوف شنو المشكله واذا كان مخالف نطبق عليه القرار الوزاري ونخالفه عميد عبد الله علي مكاتب الخدم البعض منهم وليس الكل يتلاعب عنده مكتب يجلب الباطن على عمل اي سويه عنده مكتب رخصه واحده يفتح عليها ثلاث مكاتب أه ما في يعني مثل ما العقوبه الادب ما في جهه رقابيه تطبق عليهم القرارات. احنا بالاداره العماله المنزليه عندنا قسم خاص اسمه قسم التفتيش وهذا القسم يتراسه رئيس قسم برتبه رائد وعندنا افراد وقوه من الشرطه يقومون بدورهم بالتفتيش على هذه المكاتب على محافظات الست ونقوم بتفتيش على هذه المكاتب المكاتب كان عددها بالسابق 1251 مكتب تقريبا حاليا 351 مكتب العدد قل تم تقليصه تم تقليصه الاسباب الاسباب ان بعد تعديل القرار الوزاري زدنا من الضمان المالي المبلغ من الضمان المالي من 5000 الى 20000 بالاضافه الى تطبيق القانون والقرار الوزاري على اصحاب المكاتب المخالفه فمثل ما تفضلت انت المكتب اللي نضبطه مخالف راح نطبق عليه القانون ومثل ما تطرقت ان ان العدد قل سبت ان في مخالفين وتم, نعم. وتم ال 20 ال 20,000 دينار نعم. اللي انتم محجزينها على هذا المكتب <applause> لعملية عدم إصدار مبالغ للمواطن أو للشخص اللي أخذ هذه الخادمة عن طريقكم يأخذ هذه العشرين ألف العشرين ألف طال عمرك هذه بالنسبة حق طلب خزينة الوزارة وزارة الداخلية إذا المكتب ما تعاون معنا المواطن اشتكى على المكتب وسجلنا عليه شكوى رسمية فطبعا عندنا قسم إحنا قسم التحقيق وهذا القسم يدورون موظفين قانونيين جامعيين فنطبق عليه القرار ننادي المكتب نستدعيه بتكليف اولي وتكليف ثاني اذا ما تعاون معنا ما ما جانا نسحب رخصته في عندنا سحب الرخصه من شهر الى ستة شهور ونمنع عليه الكفالات ايضا اذا ما تعاون معنا نضطر ان نخصم من الضمان المالي اللي موجود بخزينه الوزاره المبلغ اللي مشتكي عليه المواطن نرد المبلغ اللي يعني مسبقا حاجز عليه مبلغ لاي خلاف مستقبلي لا سمح الله قبل نعم. هذه اذا المكاتب. ما تعاونوا وما ما راجعنا نخصم منه ضمان يعني اكثر المشاكل اللي تواجهكم مع اصحاب المكاتب والله احنا اكثر المشاكل اللي تواجهنا بشبه يومي اللي هو الهروب هروب العاملات من المنزل هذه مشكله كبيره يوميا قاعد نعاني منها طبعا احنا بعد التعديل القرار الوزاري ان الزمنا المكتب يكفل العامله عند حضورها الى دوله الكويت يكفلها 100 يوم يعني ثلاثة اشهر 10 ايام في حاله الهروب او رفض العمل العامله بالفتره 100 يوم يلزم المكتب بارجاع المبلغ حق المواطن الكفيل بالإضافة إلى إرسالها إلى دولتها ويتحمل فلوس التذكرة يعني أكثر المشاكل تواجهكم من الخدم الجدد اللي جايين بفيزا أم من المسترجع والله من الحالتين المسترجع واللي جاي بفيزا في منهم لظروف معينة يهربون من المنزل إحنا ما نحط اللوم كله على العاملة في في اوقات بعض الاحيان تصير يعني خلينا نقول العيب من الكفيل نفسه فالعامله تحسن التعاون معها مثلا ما يوفر لها سبل معيشه طبعا ما ما توفر لها سبل مثل ما م. تفضلت م. المعيشه او الرواتب حجز الرواتب في امور كثيره يعني العامله تي تتفاجا ان البيت كبير عليها تتفاجا ان يجب ان غسيل السيارات الاطفال اذا يعني طباخه تصير مربيه اطفال ما يعطونها فتره الراحه فتره الراحه على حسب العقد الموجود فتره الراحه فهذه كلها يؤدي الى هروب العامله من المنزل ف وبالاضافه احنا هم بعد ما نحط اللوم على الكفيل هم بعد نفسها العامله نفسها ساعات اوقات تتي العامله هي تتفاجأ بالواقع يعني يوهمونها بعض المكاتب هناك فاتي تلقى واقع ثاني العميد عبد الله في, في الاونه الاخيره كثرت عمليه الهروب الخدم من الأسرة الكويتية بسبب العملية مدبرة يعني كخطة مدربين لها المكاتب طلع من بيت مثلا بداح السهلي قد عنده أسبوع روحي بيت العميد عبد الله العلي قد عنده أسبوع وهكذا لين عام تطلع لها مبلغ وغدرة وترد لها لها بدلا تقعد ثلاث سنوات أربع سنوات طلعت المبالغ اللي اهتبيها في خلال عام صح كلامك هذا, هذا الكلام بالسابق كان القرار الوزاري من سنة 92 صح ما كان في أي كفالة حق عاملة حتى لو يوم واحد الحين بعد تعديل القرار الوزاري 2010 قيرنا كثير من البنود اللي تخص العمالة المنزلية من ضمنهم الكفالة في المكتب 100 يوم يعني مثل ما تفضلت انت تقول انه تقعد اسبوع وتهرب الخدامه، لا المكتب يتحمل بس ما يعطيني العقد او الورقه هذه الكفاله اللي 100 يوم ما يعطيني اياها المكاتب الـ يفترض على الـ على الكفيل لما يطلب عامله من اي مكتب يعمل عقد في عقد بينه وبين بين المكتب آه والعامله بعدها عقد ثلاث اطراف وقفون وصل عليه لا لا في عقد في عقد وصل انك دفعت مبلغ وقدره لا لا بس مشكلة لا لا, لا في عقد غير الوصل في عقد احنا ملزمين اصحاب المكاتب وصدقني اذا ضبطنا مكتب احنا ما نقول يبيع الخدامه مصطلح هذا غير يتاجر فيها يعني اي فاذا ضبطنا مكتب ما يوقع مع الكفيل عقد او ما يبرم عقد او ما يظهر عقد حق حق الكفيل هذه مخالفه عليه وتوصل المخالفه حتى باغلاق المكتب وطبقناها وسكرنا كذا مكتب اغلقنا كذا مكتب بعدم حضور اي عقد فنلزم نلزم الكفيل ويلزم تطبيق القرار الوزاري انه يوفر العقد. فانا بالمناسبه هذه اناشد اخواني المواطنين لما يروحون حق اي مكتب يلزمون صاحب المكتب يظهر العقد يطلع العقد. اجباري اجباري واذا مسكناه ما ما حط اي عقد يلغى المكتب. نعم، بالنسبه لعمليه الاسعار من يتحكم فيها المكتب ام الدوله ام جهات اخرى مثلا والله شوف اخوي بالنسبه حق موضوع الاسعار الكل يعاني منه وهذا الموضوع حساس وموضوع كبير يعني صح كلامك والاخوان والمواطنين والكفلة والكل يشكي من زياده الاسعار زياده الاسعار مو بس دوله الكويت دول الخليج كلهم يعانون من نفس المشكله ودول خارج الخليج واحنا انا باستمرار اقوم باجتماع مع اخواني دول الخليج لقيت المشكله نفسها يعني هي زياده الاسعار نعاني منها لا. انت تدري هذا سوق عرض وطلب نعم ف احنا حاولنا نحل مشكله الاسعار هذه مع طبعا اخوان دول الخليج ان نوحق نوحد قراراتنا ونوحد عقودنا تكون موحده وان ايجاد دول بديله حق المصدر للعماله المنزليه حتى تصير منافسه والاسعار تنزل بالاضافه الى مشروع وزاره الداخليه هو انشاء شركه حكوميه مساهمه والان تم الموافقه عليه من مجلس الوزراء وباقي بس على الاليه اللي شو اسمه لوضع اللمسات الاخيره حق الشركه هذه كلها الاشياء هذه ان شاء الله ان شاء الله تنزل من من اسعار من الاسعار مستقبليا ان شاء بس احب انوه مشاهدينا الكرام اللي حاب يتواصل معنا في اتصال يا ليت على طول بعد السلام توصل سؤالك اللي انت بتقوله حق ضيفنا عشان نعطي مجال لغيرك وهم نعطي مجال ان نحاور ضيفنا لان عندنا الكثير من الاسئله معانا اتصال من أخت عهود عبد الله حياك الله استاذ عهود حياك الله احييك الضيف الكريم سؤالي تفضل اقول اسم السفاره سفاره اسيويه إيه نعم إيه اذا بتسوي فيزا ياخذون على الراس على الراس او على الفيزا 60 دينار بدون وصل ولا لها اي سبب نعم بعدين اذا حاشت الخادمه واواها احد من جنسيتها او اخر هل في عقوبه على الخادمه والاوي؟ نعم. وهل يعاقب تاجر الاقامات؟ بحرمانه من المخالفات مستقبلا لان المدارس والبقالات والمستوصفات وغيرها من الدوائر الحكوميه كلهم يا تاجر اقامات يا من حاشه تشتغل برا نعم. مكاتب الخدم يحطوا لهم برا اسيويين كل واحد معنا قال هذول المباحث ملوتهم يعني جواسيسهم ترى ياكم فلان ترى ياكم مثل المباحث ترى ياكم كذي العالم سؤال في اماكن ادلها فيها خدم او خدامات بعد من حاشين وأسوياتي يشغلونهم مثل بالنصيفة أشغلك مني واللي مثل عشر دنانير لدينارين كذا حسب المدة اللي تشتغل فيها وخادمة هذه هذه من هاربة من البيت أو من حاشم البيت مجموعة مجموعة أمم أدل أماكنهم نعم يعني وين أبلغ عشان أنا بإيدي أخذ ما أقولهم كاهم ماشي من, من حاشين اللي يسمونها مباحث بحث الهجره بس ما ادري كم رقمهم بس استاذ عهود سمعت سؤال الاستاذ انا أهد. انا سمعت بالاخير يعني بالاخير اللي تقول بال... اذا حابه اوصل الشكوى او او اي ملاحظه لاحظتها وين الجا؟ يعني ابلغ المباحث وينهم؟ تقدرين تجينا احنا تعطينا المعلومات احنا نعمل كتاب ونبلغ احنا قطاع واحد احنا والأخوان والمبا... مباحث الهجره مكانكم بس احنا مكاننا مخفر بيان نفس المخفر بيان الدور الاول او تقدرين على طول تروحين مباحث الهجره اداره مباحث الهجره اللي هو بصل عبد الله يسمونه نعم, نعم عبد الله ما ادري شنو عبد الله العلي الع... العلي اي نعم تعالي مر ان شاء الله واعطينا المعلومات وما يصير خاطرك الا طيب وهذا واجبنا واحنا بالعكس نتمنى مثلك اختي وغيرك يفيدونا بمعلومات مثل هالامور هذه وصدقين احنا ما نرضى ما نرضى نعم. يصير هالشيء بالبلد وعلى طول راح تشوفين احنا ناخذ اجراءاتنا ضد هالامور هذه. نعم. وفي مباحث الهجره سمعت عنهم كنا. احنا ومباحث الهجره قطاع واحد يعني اذا كان